نحن نعتقد أن أفضل وسيلة لرعاية الأطفال هي جعل أسرهم جزءاً من فريق الرعاية، ونحن نشجع الأطفال وأسرهم على طرح الأسئلة والمشاركة بنشاط في اتخاذ القرارات بشأن الرعاية الطبية. بالضبط، في مستشفى بوسطن الأطفال بيهتموا في الأمور حتى لما تكون يعني غير عن دينهم، بيهتموا في مواقيت الصلاة، ممكن بيطبعوا مواقيت الصلاة والأذان في بوسطن ويعطوك هي، حتى إذا ما كان معاك سجادة للصلاة ممكن يزودوك بسجادة، ممكن تصلي في غرفة ابنك أو ممكن في مكان خاص للصلاة. كانت فكرة جميلة للمستشفى. نحن نعي أن الرعاية والروح الإيجابية لها تأثير قوي على الشفاء، لضمان أن الأسر لدينا في وضع جيد لدعم أطفالهم ولتشجيعهم. نقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والموارد الإضافية في جميع أنحاء المستشفى. يكرس مركز الأسرة لتقديم الدعم للمرضى وأسرهم بالتعاون مع فرق في الأقسام الأخرى. يمكننا أن نساعدك في العثور على طريقك داخل المستشفى. ترتبط بعض الأسئلة الأكثر شيوعاً باحتياجات الحياة اليومية، مثل إيجاد أماكن الإقامة وغسل الملابس والحصول على إمكانية الوصول إلى الإنترنت والحصول على معلومات عن أماكن الرضاعة وبرامج مخصصة للرفاهية الجسدية والنفسية للوالدين ولأعضاء الأسرة الآخرين. مركز العائلات هو مركز متوفر للعائلات للاستراحة ما بين مواعيدهم الطبية، أين يجدون مختلف الوسائل لقضاء حوائجهم الغير طبية. في البداية ما كان عندي فكرة عن طريقة التواصل مع المستشفى، فلما تواصلت مع المكتب الدولي وخصوصاً كان في موظفة واحدة اللي دايماً أتعامل معاها، فكنت أحصل على كل المعلومات اللي أبيها بطريقة سهلة. المواعيد كانت منظمة وكانوا جداً مرنين في أنهم كانوا يعطونا المواعيد بطريقة أسهل، بحيث أن كانت تتقدم لنا ممكن مواعيد أو إذا كان في مرات مواعيد بعيدة كانوا يقدمونها لنا، فهذا ساعد بشكل كبير. بالإضافة إلى وجود المترجمين في بعض المصطلحات الطبية أو في بعض أولياء الأمور قد يكونون مو ملمين باللغة الإنجليزية بشكل كبير، فبالنسبة لنا كان وجود المترجم بشكل دائم وسهل في كل موعد سهل لنا حضور المواعيد بطريقة سهلة ومريحة. الأخصائيون الاجتماعيون يساعدون أيضاً في تحديد مجموعة واسعة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة لكل مريض وعائلته. هدفهم هو إثراء جودة الرعاية للطفل والعمل جنباً إلى جنب مع المتخصصين في الموارد، لذلك يمكنهم المساعدة على تحديد أفضل الموارد المتاحة لك في المستشفى وأيضاً عند العودة إلى وطنك. خلال وجودكم في المستشفى دور الأهل مهم جداً للعناية في الطفل، ونصيحة مفيدة إنه تسجلوا أي ملاحظات ودونوها حتى ما تنسوها، حتى لما يجي الفريق بالصباح يعمل زيارة طبية تكون الأسئلة جاهزة، وكمان فيكم تحكوها للممرضات والممرضين خلال النهار حتى يقدروا يقولوها للفريق الطبي كامل حتى لو خارج الزيارة. استغلوا الفرصة وجودكم بالمستشفى لتسألوا الطبيب أو الطبيبة الأسئلة يلي بتحبوا يجيبوكم عليها. واحدة من أهم الأشياء التي يجب أن يحرص عليها أولياء الأمور دائماً هي متابعة حالة ابنهم الصحية أو طفلهم الصحية، من خلال معرفتك لموعد إعادات التعبئة، من خلال معرفتك لتغيير جرعات الأدوية، للمعدات التي تحتاجها بصفة دورية وبصفة شهرية. بإمكانك دائماً الاتصال علينا وطلبها مسبقاً من قسم إدارة الحالة، ويسعدنا دوماً مساعدتكم في حاجاتكم من خلال التمريض المنزلي، خدمات الرعاية المنزلية وغيرها من المعدات والأدوية. وهؤلاء يعني الموفرون هم موفرون اختارتهم سفارات دولتكم لتوفير هذه الخدمات لكم. طبعا بالنسبة لي أنا أحب أنصح الناس أو حب يتعالج أنه يجي البوستن شيلدرن هوسبيتال، لأنه المركز وصل لمرحلة أنه يهتم
في ثقافات، تعدى المرحلة الطبية، تعدى في إنجازاته، وصل لأنه يهتم في ثقافة الشعب أو ثقافة العالم الآخر. يعني مركز يهتم يوصل لاهتماماته لهذه المرحلة، يعني أتوقع أنه وصل أو يسعى إلى الكمال. نحن نعي أن البقاء في المستشفى يمكن أن يؤثر على كثير من جوانب الحياة اليومية. إذا كان لديك أي أسئلة حول تغطية التأمين الصحي، أو إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في فهم عملية المحاسبة، فإننا على استعداد لتقديم المشورة المالية بشكل مباشر أو عبر الهاتف. إنه من المهم جداً أن تأخذ الوقت للعناية بصحتك الجسدية والنفسية الخاصة في الوقت الذي تقوم فيه بدعم طفلك أثناء العلاج في المستشفى. لدينا مصلاً لجميع الأديان وأبوابه مفتوحة للجميع. السلام عليكم. Welcome to Children's Hospital. I am one of the chaplains. I bet that word is new to you. Chaplains are here at the hospital to provide a spiritual welcome so that all our families who come can feel safe and able to practice the religious tradition of their own heart. And we have a special welcome for our Muslim brothers and sisters. I'm speaking to you from our chapel. It is open at all prayer times. The Qibla is marked on the wall, and we have prayer rugs and Qurans for your use. We'll also help you find the nearest Juma prayers, to find the nearest mosque if that's something that you would like. It is not very far from the hospital. We are also here to help you find the direction of prayer in your room. Sometimes the iPhone is not perfect, but we have maps that will help you. If you need a compassionate listener to understand how you are feeling, to help you feel at home, and to just share this journey, you can call a chaplain. We are in the hospital 7 days a week. We care for people of every religious tradition. And if it's an emergency, you can reach a chaplain at night by asking your nurse to page. إن العودة إلى الوطن في كثير من الأحيان تجلب شعوراً بالارتياح وإحساساً بأن الحياة تعود إلى وضعها الطبيعي. نريد منك أن تعرف أن العديد من هذه الموارد متاحة لك في مجتمعك حتى بعد مغادرة المستشفى. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة لطلب الدعم أو المشورة، رجاءً اسأل الممرضة أو الأخصائي الاجتماعي، أو تفضل بزيارة مركز الأسرة. مركز متكامل، صحية، رعاية اجتماعية، ثقافية، حتى دينية، فكروا في هذا الشيء. إن الرعاية المركزة على المريض والأسرة هي الدافع لكل ما نقوم به، ونحن ملتزمون بالعمل معكم لتوفير أفضل جودة من الرعاية.